نزل الإذن بالقتال في العام الثاني الهجري. نعم، حمل المسلمون السيف ودخلوا في معارك مع الكفار، ولكن لماذا؟ للرد على ما كان يوجه إليهم من كيد وتنكيل ومن تعذيب وتقتيل. فقد كانت قريش كما سيتبين لنا هي التي تبدأ بالعدوان وتسعى للقضاء على الإسلام والمسلمين، وكان إذا بعث سرية يوصيهم بتقوى الله ويقول: سيروا باسم الله وفي سبيل الله وقاتلوا من كفر بالله، ولا تمثلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا وليدا. وكان صلى الله عليه وسلم ينهى عن قتل النساء والولدان، وكان يأمر أمير سريته أن يدعوهم قبل القتال إلى الإسلام، فإن أجابوا إليه قبل منهم، وإن بدأوه بالقتال استعان بالله وقاتلهم. وكان يقول صلى الله عليه وسلم: بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا. إنه أبو سفيان يا رسول الله، سيبيع أمتعتنا في الشام ويأخذ ثمنها ويعود بها إلى مكة فتزيد من قوتهم. أرجو أن يأذن لنا رسول الله أن نستعيد أموالنا. ولما عاد أبو سفيان من الشام قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: اخرجوا إليها لعل الله أن يمنحكم إياها. فلما كان في رمضان من السنة الثانية للهجرة حدثت غزوة بدر الكبرى، عندما سمع النبي بأبي سفيان بن حرب مقبلا من الشام في عير لقريش عظيمة، وأمر من كان ظهره حاضرا للخروج. قال تعالى: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. خرج ضمضم سريعا إلى مكة وأخبرهم الخبر، فتجهزوا جميعا وخرجوا بطرا وغرورا ليحموا القافلة. لا ولادي، لن نرجع أبدا، وسنذهب لسوق بدر ونشرب الخمر وتعزف لنا القيان وسيتحدث عنا العرب. يا أخنس، لما ترجع ببني زهرة إلى مكة وتشق صفوفنا؟ كان خروجنا من أجل العير، نجا بالعير بمعجزة، وها هو أبو سفيان. فرجعت بنو زهرة مع الأخنس بن شريق، ولم يشهد بدرا من هاتين القبيلتين أحد، ومشى القوم. واستولى المسلمون على الماء ليمنعوا قريشا منه، فهي الحرب والمكيدة، ووضعوا الحياض، فملأ المسلمون الماء واستعدوا للمعركة. وبنى المسلمون عريشا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون مقرا للقيادة يدير منه المعركة، وحوله مجموعة من شباب الأنصار. وكان صلى الله عليه وسلم من ليلة الغزوة حتى يوم بدر يستغيث الله بالدعاء ويقول: اللهم أنشدك عهدك ووعدك، إن شئت أن تعبد، اللهم إن لم تهلك هذه العصابة فلن تعبد. ثم خفق خفقة في العريش فقال: أبشر يا أبا بكر، أتاك نصر الله، هذا جبريل أخذ بعنان فرسه. وبدأ التخطيط وصف الصفوف، صف للرماة وخلفهم صف النبال، وجعل جنود جيش المسلمين يقفون
والشمس خلفهم ليستقبل عدوهم الشمس، وجاءت موقعة بدر يوم الفرقان الذي فرق به الله بين الحق والباطل. فقال رسول الله: هذه مكة قد ألقت لكم أفلاذ أكبادها. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يقاتلنهم اليوم رجل منكم فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة. لتبدأ المبارزة، اخرج يا شيبة بن ربيعة، واخرج يا عتبة بن ربيعة، وأنت يا وليد بن عتبة. ولما شاهد المشركون قتل الثلاثة الذين خرجوا للمبارزة استشاطوا غضبا. اهجموا عليهم، اهجموا لنأخذ بزهرنا. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يصف المسلمين لقريش، وتجمع الجيشان للقاء الحاسم، وتداخلت الصفوف، وأمد الله رسوله بالملائكة، وقد صح أنها قاتلت ببدر مع المسلمين. قال عبد الرحمن بن عوف: نعم، وما حاجتك إليه يا ابن أخي؟ أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده، لو رأيته لن أتركه حتى أرديه قتيلا. قال عبد الرحمن بن عوف: فتعجبت لذلك، فهزني الآخر فقال مثلها. فلم يلبث عبد الرحمن بن عوف حتى رأى أبا جهل، فقال لهما: ألا تريان هذا صاحبكما الذي تسألان عنه؟ هل أخزاك الله يا عدو الله؟ لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. وقد أمر الرسول بسحب قتل المشركين إلى آبار بدر فدفنوا، وأقام ببدر ثلاثة أيام ودفن شهداء المسلمين فيها. فلما كان اليوم الثالث ببدر وقف على 24 رجلا من صناديد قريش على القليب، وجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم ويقول: أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقال عمر: يا رسول الله، ما تكلم من أجساد لا روح فيها.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. قال قتادة: أحياهم الله حتى أسمعهم قوله توبيخا وتصغيرا ونقمة وحسرة وندما. وكانت تلك خاصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أهل القبور لا يسمعون. وقد أجلى النبي صلى الله عليه وسلم بني قينقاع عن المدينة لما أظهروا العداء الواضح بمجاهرتهم بالعدوان بعد بدر للمسلمين ولنبي الإسلام، فنقضوا عهدهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلاهم إلى خيبر جزاء وفاقا. أورثت الهزيمة النكراء التي ألحقها المسلمون بهم يوم بدر حقدا دفينا، كما أنها هزت مكانة قريش بين العرب، فقرروا على أنه لا يمحوه إلا الأخذ بالثأر والتصميم على المواجهة. فكانت غزوة أحد. ثم أقبل بهم نحو المدينة، فنزل قريبا من جبل أحد في مكان يقال له عينين، وذلك في الشوال من السنة الثالثة. فلما تحرك هذا الجيش، بعث العباس برسالة عاجلة للنبي صلى الله عليه وسلم ليخبره الخبر. فاستشار النبي أصحابه بين البقاء في المدينة أو الخروج إلى العدو، فأبى كثير من الناس إلا الخروج إلى العدو. وكان ممن أشار عليهم الخروج رجال لم يشهدوا بدرا، فلبس النبي لمة الحرب وتلاوموا بعد ذلك. فقال لهم رسول الله: إنه ليس لنبي إذا لبس لمته أن يضعها حتى يقاتل. فنزلت الآية: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا، أتريدون أن تهدوا من أضل الله، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. عندما رجع عبد الله بن أبي بن سلول بثلث الجيش الذي قوامه 1000 مقاتل بحجة أنه أطاعهم في الخروج والقتال بينما كان يريد البقاء في المدينة، وقال صلى الله عليه وسلم: إنها طيبة تنفي الذنوب كما تنفي النار خبث الفضة. علينا أن نسيطر على المرتفعات، فهي خطة الرسول صلى الله عليه وسلم، فعلى الرماة التزام الجبل. وتم اختيار 50 من الرماة، وشدد الرسول الوصية عليهم بألا يبرحوا الجبل سواء في النصر أو الهزيمة، فقال لهم: وإن رأيتمونا يتخطفنا الطير لا تبرحوا أماكنكم. وأمر عليهم عبد الله بن جبير. دارت المعركة والتحم الجيشان، والرماة فوق الجبل يرمونهم، وخالد بن الوليد بجيشه تحت الجبل، والمسلمون يتقدمون عليهم في القتال. انظروا، لقد انتصرنا، والمشركون يفرون ويتركون خلفهم الغنائم والأسلاب. لنهبط لنحصل على نصيبنا من هذه الغنائم. فلما رأى خالد بن الوليد بعد ذهابه نزول الرماة من أعلى الجبل،
التف بجيشه مرة أخرى راجعا ليأخذ أماكن الرماة أعلى الجبل، فقتل من تبقى منهم بعد نزولهم وتقدم بجيشه. شب القتال مرة أخرى بينهم، وأخذ حمزة والصحابة يقاتلون بقوة حتى جاءه وحشي فرماه برمح فقتله، فانعكس فعل معصية الرماة على المعركة. فبعد أن كانت في صالح المؤمنين تحولت لتصبح لصالح المشركين، فر جمع من المسلمين إلى المدينة بعد سماعهم إشاعة مقتل النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الفارون لا يلوون على أحد بالرغم من دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم بالثبات معه. ولم يبق مع النبي إلا 12 رجلا من الصحابة، منهم أنس بن النضر. أشهد أن لا إله إلا الله. يا إلهي، لقد أصيب النبي صلى الله عليه وسلم، شج وجه رسول الله وكسرت رباعيته وجرحت وجنتاه وشفته السفلى من باطنها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمسح الدماء عن وجهه الشريف ويقول: كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم وهو يدعوهم إلى الله؟ فأنزل الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وقد بلغ عدد الشهداء في أحد نحو 70 شهيداً، ويظهر ذلك في قوله تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. وقد مثل المشركون بجثث الصحابة، ودفن الصحابة شهداءهم في أحد بعد انتهاء المعركة، وبالرغم من ذلك عفى عنهم رسول الله ونهى عن المثلة، وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. وقد خرج رسول الله بجيشه نحو ديار بني المصطلق عندما علم بخروجهم إليه، فلما سمع بهم رسول الله وما أجمعوا عليه من الأمر استشار أصحابه. وقد أشار عليه سلمان الفارسي بحفر الخندق في المنطقة الوحيدة المكشوفة أمام الغزاة في شمال المدينة، أما الجهات الأخرى فكانت كالحصن تتشابك فيها الأبنية وأشجار النخيل، وتحيطها الحارات التي يصعب على الإبل والمشاة التحرك فيها. وجدد النبي العهد مع بني قريظة على أن يحموا المدينة من الجنوب.
نحن نحرس الخندق في دوريات متتالية، وحماية الجبهة الداخلية في المدينة، وطمأنة القلوب على الأهل والمال والأولاد، فقد وضعهم رسول الله في أحد حصون المدينة. صلى الله عليك وسلم يا رسول الله. كان المسلمون يخشون غدر يهود بني قريظة، فيقع المسلمون حينئذ بين نارين، اليهود خلف خطوطهم والأحزاب بأعدادهم الهائلة أمامهم. فخرج حيي بن أخطب النضري حتى أتى حصون بني قريظة، فلما سمع بكعب أغلق باب حصنه دون حيي، فاستأذن عليه فأبى أن يفتح له. ويحك يا كعب، افتح لي. ويحك حيي، إنك امرئ مشؤوم، وإني قد عاهدت محمدا فلست بناقض ما بيني وبينه، ولم أر منه إلا وفاء وصدقا. ويحك يا كعب. فلم يزل حيي بكعب حتى سمح له في نقض عهده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي محاربته مع الأحزاب. لقد غدر بنا يهود بني قريظة، وقد اشتد الحصار علينا. لقد تجمعت العرب على قتالنا، والمنافقون والوثنيون واليهود. إن رسول الله قد وعدنا بالنصر من عند الله، وأن الله منجز وعده، فلقد رأيت رسول الله يدعو عليهم ويقول: اللهم منزل الكتاب سريع الحساب، اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم وانصرنا عليهم. أعتقد أن محمداً سيصبر كثيراً على هذا. كل العرب من أمامه وخلفه لن يستطيع الصمود طويلاً. ارموهم بالجبال، هيا هيا. وهزم الله الأحزاب بحوله وقوته، واستجابة لرسوله صلى الله عليه وسلم، فزلزل قلوبهم، ثم أنزل عليهم الريح الشديدة فزلزلت أبدانهم في ليلة مظلمة باردة، فقلبت قدور المشركين. واقتلعت خيامهم وأطفئت نيرانهم، فما كان من أبي سفيان إلا أن ضاق بها ذرعا فنادى في الأحزاب بالرحيل، وكانت ريح الصبا من جنود الله الذين أرسلهم على المشركين، وكفى الله المؤمنين القتال. وبعدها بدأ تأديب بني قريظة بعد أن حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم، ونزل حكم الله فيهم، وكان جزاء وفاقا لما فعلوه. وظلت قريش تكابر وتحارب المسلمين في كل وقت حتى وصلنا إلى الحديبية. بعد مرور 3 أيام من الرجوع من صلح الحديبية، لقد كان ليهود خيبر دور ماكر في تحرك الأحزاب، فهم من تعاونوا مع اليهود وحرضوا بني قريظة ضدنا. آن الأوان للخلاص منهم أيضا. النبي توقف في الرجيع بين غطفان وخيبر لقطع أي إمداد عسكري تقوم به اليهود. هنا توقف الرسول صلى الله عليه وسلم ليتأكد من أن يهود خيبر ما زالوا على غدرهم وكفرهم، وأن أرضهم خالية من الإسلام. قال صلى الله عليه وسلم: سننتظر حتى بزوغ الفجر، فإذا لم يرفع الأذان من داخل الحصون فسنشن الغارة عليهم. وسمع اليهود صوت تكبير المسلمين وقالوا: محمد والخميس،
أي الجيش. أبو بكر سيقود أول حصون خيبر ولن يفتح له. وأخذ من الغد عمر فانصرف ولم يفتح له. وأصاب الناس يومئذ شدة وجهد، وقد حاولوا وحاولوا، ولكن شدة التحصين كانت عائلا دون الفتح. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يبشر بفتح خيبر، فبعد أن استعصت تلك الحصون الأولى والثانية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني دافع لوائي غدا إلى رجل يحبه الله ورسوله، وبحبه الله ورسوله لا يرجع حتى يفتح له، يفتح الله على يديه ليس بفرار. وعندما أشرقت الشمس خرج أشجع رجل من اليهود، مرحب اليهودي، فجاء علي بن أبي طالب فبارزه وأخذ الراية من رسول الله، وقد أمره النبي أن امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك. فسار علي شيئا ثم وقف ولم يلتفت، فصرخ: يا رسول الله، علام أقاتل الناس؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الدعوة إلى الله قبل القتال، قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإن فعلوا فقد منعوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله. كتب الله النصر على يهود خيبر، وفتحت حصونهم بفضل الله. الله أكبر! الله أكبر! الله أكبر! وعندما وصلت رسالته إلى كسرى ملك الفرس مع عبد الله بن حذافة، فلما قرأها مزقها، فدعا رسول الله عليهم أن يمزقوا كل ممزق. غدا نقاتل الروم في مؤتة. هذا قتال لا بد منه، فقد أشعل عرب الشمال الصراع بين المسلمين والروم، وكذلك قتلوا سفير النبي. سننتصر بإذن الله، ولا شك في ذلك. غدرت قريش ونقضت عهد الحديبية بمساعدة بني بكر حلفائهم على خزاعة، حلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت أستار الظلام. وعزم رسول الله على فتح مكة وتأديب كفارها. أنها نيران عرفة، إنه محمد وأصحابه، لها من أيام عصيبة على مكة وأهلها. وفتح الله لنبيه مكة المكرمة، وعاد إليها منتصرا بعد أن طرده أهله منها. لقد عفى رسول الله عن أهل مكة، فهم أهله وعشيرته. أخ كريم وابن أخ كريم. كان صلى الله عليه وسلم يقول وهو يطعن الأصنام بعود في يده: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. وقد أقام النبي صلى الله عليه وسلم يقصر الصلاة، وكان مشهدا عظيما عندما اعتلى بلال الكعبة
وأخذت تكبيراته تملأ كل أرجاء مكة وتعلو فيها كلمة الحق على الباطل، لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. عز على الوثنية العربية الجاهلية بعد فتح مكة المكرمة أن ترى راية التوحيد تخفق في رحابها، وأن تتحكم الأصنام التي كانت فيها. فاجتمع رؤساء القبائل المجاورة لها في الطائف على مالك بن عوف النضري سيد هوازن، وحشدوا جموعهم بين مكة والطائف وراء عرفات إلى جهة الشمال في وادي حنين. وقيل وخافت هوازن وثقيف وقالوا قد فزع محمد لقتالنا فلنغزه قبل أن يغزونا، وأجمعوا أمرهم على هذا وولوا عليهم مالك بن عوف النضري. وكان رأي مالك بن عوف أن يخرجوا وراءهم النساء والذراري والأموال حتى لا يفر. أنا مالك بن عوف النضري سيد هوازن، أدعوكم لغزو محمد قبل أن يغزوكم. نحن الأكثر عددا والأعظم شأنا، ولن نهزم اليوم من قلة. لقد اغتر المسلمون بكثرتهم فلم تغن عنهم شيئا. أبيدوهم عن آخرهم، لا تتركوا أحدا منهم حيا. ارموهم بالدبال حيا. ارجعوا أيها المسلمون، ارجعوا والتفوا حول رسول الله. حمي وطيس المعركة، ورسول الله على بغلته في قوة وثبات. رسول الله يرمي المشركين بحصيات ويقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. لقد أيد الله نبيه بنزول الملائكة وألقى في قلوب المشركين الرعب. صلى الله عليك يا رسول الله. صلى الله عليه وسلم. في أثناء طريقه صلى الله عليه وسلم إلى تبوك، إذ به يمر بالحجر وهي بلاد ثمود، ففي حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بالحجر قال: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم أن يصيبكم ما أصابهم إلا أن تكونوا باكين.
ثم أقنع رأسه وأسرع السير حتى أجاز الوادي. ثم بلغوا مكان المعركة وكان الحر شديدا. الحر، سنشكو إلى رسول الله قلة الماء في هذا الحر الشديد. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه واستسقى لمن معه من المسلمين، فأرسل الله سحابة فأمطرت حتى ارتوى الناس. يا هرقل الروم، علمنا أن محمدا في الطريق إلينا. لا أدري ما هذا الرعب الذي ينتابني. ماذا نفعل يا قيصر الروم؟ أخشى أن يهزمنا المسلمون فتضيع هيبتنا بين الأمم. وانسحبت جيوش الروم خوفا ورعبا، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قد وصل إلى تبوك فلم يلق حربا، فقال: نصرت بالرعب مسيرة شهر.